السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الثامنة من قناة الموريتانية نشرت الأخبار وأبرز ما فيها. مجلس الوزراء يصادق في اجتماعه الأسبوعي على عدد من مشاريع القوانين المتعلقة باتفاقيات شراكة تنموية لتمويل مشاريع في عدة مجالات من أبرزها الطاقة والمياه. قوافل إنسانية جديدة محملة بالمواد الغذائية تصل إلى بلدة مضايا بريف دمشق والفوعة وكفريا بريف إدلب. مقتل 7 أشخاص في موجة تفجيرات بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا وتنظيم الدولة يتبنى الهجوم. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة التي تصحبني فيها للتعليق على اجتماع مجلس الوزراء بلغة الإشارة عائشة علي. اجتمع مجلس الوزراء صباح اليوم في جلسته الأسبوعية تحت رئاسة السيد محمد عبد العزيز رئيس الجمهورية، وقد درس المجلس مشاريع القوانين التالية وصادق عليها. مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار. يهدف مشروع القانون الحالي إلى استكمال إجراءات المصادقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار. وترمي هذه الاتفاقية المذكورة إلى توسيع وتعزيز التعاون الاقتصادي على المدى الطويل، وخاصة في مجال الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، بالإضافة إلى تدفق الاستثمارات والمبادلات التجارية بغية المساهمة في تحقيق الرخاء الاقتصادي لكلا الدولتين المتعاقدتين. مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 21 من دجنبر 2015 في الكويت بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمخصصة لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء. يهدف مشروع القانون الحالي إلى استكمال إجراءات المصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 21 دجنبر 2015 في الكويت بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمخصصة لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء. ويساهم هذا التمويل البالغ 36 مليارا و700 مليون أوقية في التحسين الملموس لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء في بلادنا من خلال ربط بعض مدن المنطقة الجنوبية بمحطة مانانتاليا وبعض مدن منطقة الشرق بالمحطتين الهجينتين قيد الإنجاز، إضافة إلى ربط مدينتين واكشوط ونواذيبو. مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 22 دجنبر 2015 في الكويت بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمخصصة لتمويل برنامج عمليات صندوق الإيداع والتنمية لسنوات 2016-2019. يهدف مشروع القانون الحالي إلى استكمال إجراءات المصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 22 دجنبر 2015 في الكويت بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمخصصة لتمويل برنامج عمليات صندوق الإيداع والتنمية لسنوات 2016-2019. وسيستخدم هذا التمويل البالغ 6 مليارات و700 مليون أوقية لترقية تنفيذ المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة التي من شأنها المساهمة في النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، وذلك عبر تحسين النفاذ إلى تمويلات صندوق الإيداع والتنمية. كما درس المجلس مشاريع المراسيم التالية وصادق عليها. مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية لدراسة ومتابعة المشاريع. مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في نواكشوط لصالح إذاعة موريتانيا. مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في ركيز ولاية ترارزة لصالح السيد محمد محمود للسالك. مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على الملحق رقم 3 لعقد الاستكشاف في الإنتاج المتعلق بالمقطع جيم ألف الموقع بتاريخ 15 دجنبر 2015 بين الدولة الموريتانية وشركة كوسموس إنرجي. مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على الملحق رقم 2 لعقد الاستكشاف الإنتاج المتعلق بالمقطع جيم 13 الموقع بتاريخ 15 دجنبر 2015 بين الدولة الموريتانية
وشركة كوسموس انرجي، مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على الملحق رقم 2 لعقد الاستكشاف في الانتاج المتعلق بالمقطع تاء 1029 الموقع بتاريخ 15 من دجنبر 2015 بين الدولة الموريتانية وشركة توتال موريتانيا بلوك. تهدف مشاريع المراسيم الثلاثة الأخيرة إلى إعطاء دفع جديد لعمليات استكشاف مقدرات المحروقات التي يزخر بها باطن الأراضي الموريتانية، وذلك في أفق الاستغلال الأمثل لهذه الموارد خدمة لأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 077/2006 الصادر بتاريخ 18 يوليو 2016 المحدد لتنظيم وسير عمل المكتب الوطني لطب العمال. يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى إعادة تصنيف المكتب الوطني لطب العمال مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وذلك طبقا للمادة الخامسة من الأمر القانوني رقم 099 الصادر بتاريخ 4 أبريل 1990 المتضمن النظام الأساسي للمؤسسات العمومية والشركات ذات الرساميل العمومية. وستمنح إعادة تصنيف هذه المؤسسة مرونة التنظيم والتسيير اللازمة لبلوغ الأهداف المنوطة بها. مشروع مرسوم يحدد هامش ربح مركزية شراء الأدوية والتجهيزات والمستهلكات الطبية كاميك بالنسبة للأدوية المحتكرة والأدوية النوعية والمعدات والمستهلكات الطبية. يندرج مشروع المرسوم الحالي في إطار الإصلاحات الهيكلية التي يشهدها قطاع الصحة منذ سنة 2009، ويهدف إلى تمكين مركزية شراء الأدوية والتجهيزات والمستهلكات الطبية من تحقيق الأهداف المنوطة بها من قبل الحكومة، مع المحافظة في نفس الوقت على توازنها المالي وبالتالي ديمومة تموين البلاد بالأدوية الجيدة بأسعار في متناول المواطنين ذوي الدخل المحدود. مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة مؤسسة أشغال الطرق المنجزة بالمواد المحلية. وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي، وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل، وقدم وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة بيانا يتعلق بوضعية تقدم النظام المندمج لتسيير عمال الدولة. يهدف هذا البيان إلى إطلاع الحكومة على حالة تقدم الإصلاحات المدخلة على الإطار القانوني لتسيير الموارد البشرية للدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، إضافة إلى تقييم الوضعية الراهنة لعملية حوسبة تسيير عمال الدولة. ويقترح البيان جملة من الإجراءات الرامية إلى ضمان معالجة مناسبة للاختلالات الملاحظة على مستوى استخدام عمال الدولة في المؤسسات العمومية، خاصة مع تسهيل الانطلاق الناجح للمنظومة المندمجة لتسيير عمال الدولة المبرمج خلال الفصل الأول من السنة الجارية. وقدمت وزارة البيطرة بيانا يتعلق بأهمية إنجاز التعداد العام للثروة الحيوانية. يهدف هذا البيان إلى إطلاع الحكومة على وضعية البيانات الإحصائية المتعلقة بقطاع البيطرة، كما يستعرض أهمية إجراء إحصاء وطني للماشية من أجل الحصول على بيانات موثوقة حول الثروة الحيوانية، وهو ما يعتبر ضروريا لتصور وتنفيذ ومتابعة السياسات التنموية في هذا القطاع الحيوي. وقدم وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع الميداني بيانا حول سير الدورة البرلمانية العادية من 9 نوفمبر 2015 إلى 7 يناير 2016 ومواكبة الحكومة لأعمالها. وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية. وزارة العدل ديوان الوزير مكلف بمهام لأمادو سيري قاض مستشار بالمحكمة العليا سابقا، مستشار أعمر القاسم محمد محمود قاض نائب المدعي العام لدى محكمة استئناف نواكشوط سابقا، مستشار يعقوب الخبوزي قاض رئيس محكمة الشغل سابقا، مستشار دحمود أباتي قاض المدير المساعد للسجون والشؤون الجنائية سابقا، مستشار أحمد هارون الشيخ سيدية المدير المساعد للدراسات والتشريع والتعاون سابقا، المفتشية العامة للقضاء والسجون مفتش محمد سالم بارك الله قاض مستشار بالمحكمة العليا سابقا، مفتش محمد الشيخ قاض نائب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف سابقا، مفتش عبد الرحمن عينينا كاتب ضبط رئيس السكرتارية المركزية سابقا، مفتشة فاطمة محمد محمود كاتبة ضبط سابقا، مفتش الشيخ عمر تيام كاتب ضبط رئيس مصلحة الأشخاص غير القضاة سابقا، مديرية الشؤون المدنية والختم مدير الشؤون المدنية والختم محمد المختار الفقيه قاض مستشار بالمحكمة العليا سابقا، مديرية السجون مدير السجون والشؤون الإجنائية ملاي عبد الله بابا قاض مستشار وزير العدل سابقا،
المدير المساعد للسجون والشؤون الجنائية أحمد عبد الله المصطفى قاض بوزارة العدل سابقا، مديرية المصادر البشرية مدير المصادر البشرية العباد القاسم قاض مفتش مساعد للقضاء والسجون سابقا، المدير المساعد تيام ملل كاتب ضبط رئيس مصلحة الكتابة الخاصة لوزير العدل سابقا، مديرية البنى التحتية والعصرنة المديرة المساعدة مريم حمادي المديرة المساعدة لمركز استقبال ودمج الأطفال المتنازعين مع القانون سابقا، مديرية الحماية الجنائية للطفل مدير الحماية الجنائية للطفل محمد سيد أحمد القروي مستشار وزير العدل سابقا، المدير المساعد للحماية الجنائية للطفل يرق سيداب كاتب ضبط رئيس مصلحة رقابة الإجراءات بإدارة الحماية الجنائية للطفل سابقا، مديرية الدراسات والتشريع والتعاون مدير الدراسات والتشريع والتعاون محمد بويا الناهي قاض رئيس الغرفة التجارية بمحكمة استئناف نواكشوط سابقا، المديرة المساعدة للدراسات والتشريع والتعاون أمامة أحمد كاتبة ضبط رئيسة مصلحة الجنسية سابقا، المؤسسات العمومية مركز استقبال ودمج الأطفال المتنازعين مع القانون، المديرة المساعدة فاطمة محمد فاضل الشيقر رئيسة مصلحة بإدارة الحماية الجنائية للطفل سابقا، وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمانة العامة الأمين العام من جاي سليمان، وزارة النفط والطاقة والمعادن المؤسسات العمومية الشركة الموريتانية للغاز المدير العام محمد عبد الله فتاح، وزارة التجارة والصناعة والسياحة الإدارة المركزية مديرية رقابة التأمينات المدير با أدم موسى حاصل على الإجازة في القانون رئيس مجلس إدارة سابق للتلفزة الموريتانية، وزارة التجهيز والنقل المؤسسات العمومية المكتب الوطني للأرصاد الجوية المدير العام محمد باه الشيخ محمد المامي ميناء نواكشوط المستقلة المعروف بميناء الصداقة، المدير العام حسن واللعلي المدير العام للشركة الموريتانية للغاز سابقا، وزارة المياه والصرف الصحي الأمانة العامة الأمين العام محمد والفال والعبدي مدير سابق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وزارة التهيب الوطني الأمانة العامة الأمينة العامة خديجة الدوة. هذا وعلق وزراء العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والوظيفة العمومية والعمل وعاصرات الإدارة والبيطرة على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، واستعرض وزير العلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الأمين والشيخ مشاريع القوانين والمراسيم التي تمت المصادقة عليها خلال الاجتماع. كما علق وزير الوظيفة العمومية والعمل وعاصرات الإدارة السيد علي محمد خونة على البيان المتعلق بوضعية تقدم النظام المندمج لتسيير عمال الدولة، وتطرقت وزيرة الوظيفة البيطرة السيدة فاطمة فال من تصوينة إلى البيان المتعلق بإنجاز التعداد العام للثروة الحيوانية. هذا وبإمكان مشاهدينا الكرام متابعة هذا المؤتمر الصحفي بعد النشرة الفرنسية لهذا المساء بإذن الله. في النشاط الحكومي تفقد وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي بعض المشاريع والمنشآت في مقاطعتي يركيز والمنذرذرة بولاية ترارزة، ونبه السيد الوزير القائمين على تنفيذ هذه المشاريع على ضرورة توخي الجودة والالتزام بآجال التنفيذ. متابعة المشاريع العمرانية والوقوف على المراحل التي وصل إليها تنفيذها وتذليل الصعاب والمعوقات التي تعترض إنجازها هي معالم سياسة ينتهجها قطاع الإسكان والعمران والإصلاح الترابي ترشيدا للموارد وتقريبا للخدمة من المواطن أينما كان. زيارة التفقد والاطلاع التي قام بها وزير الإسكان والعمران والإصلاح الترابي لولاية ترارزة استهلها بالاطلاع على الأشغال الجارية في بناء مدرسة ابتدائية في رق البزازير بمركز الكصيبة الإداري، وهو مشروع ممول من خزينة الدولة بمبلغ يقارب 88 مليون أوقية، وتسرف على تنفيذه الوكالة الموريتانية للأشغال ذات النفع العام. وفي مدينة تركيز اكتملت الأشغال في مستوصف من فئة باء، هنا تشول الوزير بنرادهات هذا المستوصف وعاين مختلف الغرف واستمع إلى ملاحظات القائمين على التنفيذ. وفي مدينة تركيز كذلك تفقد السيد الوزير مصحوبا بالسلطات الإدارية والبلدية المبنى الجديد لمكاتب المقاطعة ومقر سكن الحاكم، حيث اكتملت الأشغال في هذين المبنيين اللذين روعي في تصميمهما شكل مميز إن على مستوى الارتفاع أو في لون الطلاء. المحطة الأخيرة من الزيارة كانت مدينة المذرذرة، حيث زار الوزير مبنى مكاتب المقاطعة وسكن الحاكم التي أوشكت الأشغال فيها على الانتهاء. المباني الإدارية والمدارس والمستشفيات والملاعب منشآت تجسد هيبة الدولة وتكسب المدن وجها حضاريا لائقا،
غير أن سر بقائها هو محافظة المواطنين عليها وصيانة الدولة لها. وهنا في نواكشوط قدم وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد محمد الأمين للشيخ صباح اليوم بمباني السفارات الألمانية بنواكشوط التعازي في مواطنين ألمان قتلوا في التفجير الإرهابي الذي شهدته مدينة إسطنبول التركية. وسطر السيد الوزير في سجل التعازي ما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم، باسم رئيس الجمهورية وباسم الحكومة والشعب الموريتاني أتقدم بأحر التعازي القلبية للمستشارات الألمانية وللحكومة والشعب الألمانية وإلى ذوي الضحايا في وفاة المواطنين الألمان الذين راحوا ضحية الانفجار الإرهابي الإجرامي الذي وقع قبل يومين في مدينة إسطنبول التركية. جرى تسجيل التعازي بحضور القائم بالأعمال بسفارة ألمانيا الاتحادية ومدير الشؤون الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون. تواصلت لليوم الرابع على التوالي في نواكشوط أشغال ورشة تكوينية لصالح الفاعلين المعنيين بالتصدي للتهديدات الإشعاعية والبيولوجية والنووية والكيميائية المنظمة بالتعاون بين السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والأمن والسلامة النووية والاتحاد الأوروبي عبر مراكز الامتياز. وقد تلقى المشاركون خلال الأيام الماضية دروسا نظرية وأخرى تطبيقية من شأنها الرفع من قدرات المعنيين وتطوير خبراتهم في هذا المجال. الدروس التطبيقية مرحلة ثانية دخلتها الدورة التكوينية الوطنية حول الحماية من التهديدات الناجمة عن الحادث الإشعاعي والبيولوجي والنووي والكيميائي. مرحلة التطبيق هذه تجسدت في حادث افتراضي ناجم عن احتكاك شاحنة تحتوي على مواد كيميائية ومركبة تحمل مواد قابلة للاشتعال، ما أسفر عن وقوع إصابات لتقوم فرق مجهزة ومدربة على التدخل في مثل هذه الحوادث بعمليات إجلاء وإنقاذ المصابين. هذا التدريب بالتحديد يدخل في إطار تدريب الكوادر الميدانية الذين يتدخلون ميدانيا من حماية مدنية والشرطة ودرك ومختلف الفاعلين. يتمثل هذا التدريب في محاكاة لحادث بين سيارة صهريج ينقل مواد كيميائية وسيارة أخرى تنقل مواد قابلة للاشتعال ومتفجرة، وكما شاهدتم هي محاكاة لكيفية التدخل وإسعاف المرضى والتعامل مع هذه المواد الخطيرة. المشاركون أعربوا عن ارتياحهم لمستوى العروض النظرية والتطبيقية التي تم تقديمها طيلة أيام هذه الدورة التكوينية. كنت ضمن مشاركين في هذه الدورة التكوينية اللي الهدف الأول هو إعطاء بعض التدابير اللازمة لهذا النوع من التدخلات ضد المواد الكيميائية والإشعاعية والبيولوجية والنووية، وكانت الدورة تتخصص في معرفة هذه التدابير. كانت هناك جوانب نظرية وأخرى تطبيقية، كانت هناك استفادة فعلا. يشار إلى أن هذه الدورة التكوينية منظمة من طرف السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والأمن والسلامة النووية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي عبر مراكز الامتياز لصالح الفاعلين الميدانيين المعنيين بالتصدي للتهديدات الناجمة عن الحوادث الإشعاعية والبيولوجية والنووية والكيميائية. في إطار سلسلة التقارير الإخبارية المرتبطة بالحياة اليومية العادية للمواطنين، عدت الموريتانية تقريرا يتحدث عن ظاهرة التسول وانتشار المتسولين على نواصي الطرق وحول إشارة المرور. كيف يتعامل أصحاب السيارات مع هذه الظاهرة؟ يتابع التقرير التالي مع عامية تيبا. نقطة يرتادها أحمد يوميا ويتخذ منها مكانا للاستراحة بعد جلوسه لساعات طويلة على حافة الطريق بالقرب من عمود إشارة مرور في أحد ملتقيات الطرق. ينتظر كغيره من المتسولين عطاء المحسنين الذين استوقفت سياراتهم إشارة الضوء الأحمر. لحظات يعتبرها أحمد أسرع من لمح البصر، ولا تكفي لتمكين أصحاب النوايا الحسنة من تقديم العون والمساعدة لإخوانهم المحتاجين. هذا الضوء اللي يطلبوا علينا ما أسرنا تابري من نفسي، ولا يقول وتاسع لاري ويوقف واحد لا يمد النسي، يطلبوا عليه الضوء أحمر يطلق سقاع الواحد يتم سقاع ما يمد النسي. على وتر مناقض وقد يكون مناهضا يعزف أصحاب السيارات والسائقون الذين ينتظرون بفارغ الصبر إشارة الضوء الأخضر للانصراف من عين المكان. المسائل بالشارع ان دائما الراوشين قالوا الضرر بهذه الناس اللي هو امبول هذا الاخضر والاحمر
واني نحن رانبو نوقفو يجونا هما ويحرجونا احنا ويحرجوا الشبارات ولا يخلونا الطريق ونين خضار بدهم احنا ما قادرين نحركو شي مسند على كبو شي مسند على يده شي مدخل كراو شي مدخل يدو ولا الراب اللي منين ناخذ. ثنائية متناقضة عكست بجلاء صدق المقولة المأثورة مصائب قوم عند قوم فوائد. دوليا دخلت 6 شاحنات جديدة محملة بالمواد الغذائية اليوم إلى بلدة مضايا بريف دمشق، وذلك بالتزامن مع دخول شاحنات أخرى إلى الفوعة وكفريا بريف إدلب. وتقول الأنباء إن رجلا يبلغ من العمر 38 سنة توفي في بلدة مضايا جراء تدهور حالته الصحية بسبب الجوع، وارتفع عدد الذين قضوا جوعا أمس إلى 4 أشخاص، 2 منهم في مدينة معظمية الشام. وكانت قوافل المساعدات قد بدأت بالدخول إلى مضايا يوم الاثنين الماضي، فيما دخلت بالتزامن قوافل المساعدات لمدن الفوعة وكفريا بريف إدلب. ووصفت متحدثة باسم لجنة الصليب الأحمر الدولي أوضاع المحاصرين الصحية من أطفال ونساء وشيوخ في مضايا بالخطيرة بسبب الجوع، وأكدت ضرورة إجلاء الأشخاص الذين يواجهون وضعا صحيا صعبا في أقرب وقت. وتعمل بعض المنظمات الدولية على تسليم المزيد من المساعدات لبلدة مضايا التي يعتقد أن أكثر من 20 شخصا من سكانها قضوا بسبب نقص الغذاء. قتل 7 أشخاص على الأقل في موجة التفجيرات التي هزت اليوم العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وتفيد التقارير بأن التفجيرات ضربت أماكن منها مركز للتسوق قرب مكاتب الأمم المتحدة، وقد أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن هذه التفجيرات. العاصمة الإندونيسية جاكرتا تهتز على وقع انفجارات متتالية ضربت أماكن متعددة بالمدينة، منها مركز للتسوق قرب مكاتب الأمم المتحدة، مخلفة 7 قتلى وعدة جرحى. الهجوم بدأ بتفجيرات أولية خارج المركز التجاري، أعقبها بعد أكثر من ساعة إطلاق نار بحسب ما أفادت به السلطات الأمنية. وقامت الشرطة بتطويق المنطقة المحيطة بمركز التسوق، وتم نقل الإصابات الخطيرة إلى المستشفيات. وقد أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن عملية التفجير. المتحدث باسم الشرطة الإندونيسية طمأن المواطنين بأن الوضع تحت السيطرة، وأكد مقتل 5 أشخاص يشتبه بضلوعهم في تنفيذ الهجمات، كما أعلن لوسائل الإعلام المحلية أن من بين القتلى أفراد شرطة ومدنيين. وكانت إندونيسيا قد تعرضت لهجمات من قبل جماعات متطرفة خلال السنوات الماضية، ومنذ بداية هذا العام أعلنت حالة تأهب قصوى إثر تلقيها تهديدات من قبل جماعات إرهابية. وفي بوركينا فاسو عقد مجلس الوزراء اليوم أول اجتماع له منذ تعيين الحكومة الجديدة التي يرأسها بول كابا سيبا. وقد ضمت هذه الحكومة 29 حقيبة من بينها 7 حقائب للنساء. أول اجتماع للحكومة البوركينية في القصر الرئاسي بالعاصمة واغادوغو، وذلك منذ تشكيلها برئاسة مارك كريستيان كابوري الفائز في الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية التي جرت دجنبر الماضي. وضمت الحكومة الجديدة 29 وزيرا من بينهم 7 حقائب للنساء. وقال رئيس الحكومة الجديدة بول كابا ثيبا خلال الاجتماع إن حكومته ستعمل على محاربة الفساد وإرساء أسس العدالة بين المواطنين، مشيرا إلى أن مأمورية حكومته تضع في أولوياتها تكريس الحكم الرشيد والعدالة الاجتماعية. قتل 5 أشخاص وأصيب 39 آخرون اليوم في انفجار سيارة مفخخة بمدينة ديار بكر جنوبية شرق تركيا. وتسبب التفجير في تدمير مباني سكنية محيطة، فيما لا يزال عمال الإنقاذ يعملون في مكان الحادثة. 6 قتلى ونحو 40 جريحا هو حصيلة الضحايا المعلن عنها من قبل السلطات التركية حتى الساعة، إثر هجوم نفذه مقاتلون من حزب العمال الكردستاني على مديرية للأمن وسكن للشرطة في ديار بكر جنوب البلاد. العملية أدت لانهيار مبنى مجاور للمديرية وتضرر واجهة مبنى سكني مخصص للضباط وعائلاتهم قرب مكان الحادث. وقد أعلنت السلطات المحلية بديار بكر في بيان وزعته على وسائل الإعلام أن العملية تمت عبر تفجير سيارة مفخخة تلاها هجوم للمقاتلين بالأسلحة الرشاشة والصواريخ. كما أكد البيان أيضا أن معظم ضحايا الحادث كانوا من المدنيين، مشيرا في نفس الوقت لوقوع جرحى في صفوف الشرطة.
وقد تجددت المواجهات بين قوات الأمن التركية والمتمردين الأكراد منذ يوليو الماضي بعد هدنة استمرت لعامين إثر هجوم للمتمردين الأكراد قرب مدينة عين العرب، وقد خلف هذا الهجوم عشرات القتلى من الجنود ورجال الشرطة الأتراك، وردت عليه بالمقابل القوات التركية بعمليات برية وجوية ضد مسلحي الحزب جنوب شرق تركيا ومناطق جبلية شمال العراق. هذا وقد أعلنت تركيا الشهر الماضي عن عملية واسعة يشارك فيها نحو 10,000 عسكري وشرطي ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني جنوب شرق البلاد. أعلن اليوم عن خلو دولة ليبيريا من مرض الإيبولا لتلتحق بكل من سيراليون وغينيا اللتين أعلن سابقا خلوهما من هذا المرض الذي عرف انتشارا في غرب أفريقيا خلال السنة الماضية. وقد أثنت منظمة الأمم المتحدة على جهود المجتمع الدولي في القضاء على تفشي مرض الإيبولا في غرب أفريقيا. غرب إفريقيا خالي من الإيبولا، بشرى سارة ربما تكون في طليعة المسارات التي تحملها سنة 2016 لهذه القارة التي تعد الأوبئة من أبرز التحديات التي تواجهها. 11,300 شخص هي حصيلة الأرواح التي حصدها الإيبولا منذ ظهوره في المنطقة في مارس من السنة الماضية، بل وامتدت انعكاساته لتلقي بظلالها على مختلف جوانب الحياة في القارة السمراء. اليوم وكأن الزمن وما بذل من جهد للتصدي للمرض ينصفان الأفارقة بإعلان آخر بؤر الإيبولا في القارة الإفريقية خالية من هذا المرض. هيئة الأمم المتحدة لم تفوت فرصة مشاركة الأفارقة في فرصة انتصارهم على داء الإيبولا، حيث أثنت على جهود المجتمع الدولي والقطاعات المحلية على ما بذلوه من جهد في سبيل القضاء على تفشي هذا المرض الفتاك في غرب إفريقيا، مثمنة الدور الذي لعبه قادة البلدان المتضررة وسلطاتهم المحلية على وجه الخصوص. أما دعم الناجين من المرض واللائي ترملنا أو الذين تيتموا بسببه فكان مطلبا للمنظمة الدولية كنوع من القضاء على مخلفات هذا المرض. النجاح في استئصال مرض الإيبولا بعد أقل من عام على اجتياحه للقارة الإفريقية قد لا يعد نصرا للأفارقة بقدر ما تعنيه ضرورة تقوية المناعة الإفريقية واستعدادها، خصوصا في ضوء الحديث عن احتمالية ظهور هذا المرض من جديد خلال العام المقبل. رياضة مع محمد والحسن بعد الفاصل. شكرا زميلي أحمد شريف المختار والسلام عليكم. دخل المنتخب الوطني للشباب أقل من 20 سنة معسكرا تدريبيا بملعب الشيخة والبويدية بالعاصمة نواكشوط، وذلك بقيادة مدربه الفرنسي فينسان روتيرو وبمساعدة المدرب الوطني بتيصال. المعسكرة التدريبية ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا إناف التي ستستضيفها نواكشوط شهر مارس المقبل، وكذلك للمشاركة في غمار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا للشباب 2017 المقرر إقامتها بزامبيا. كما يأتي المعسكر التدريبي تحضيرا للمباراة الودية المرتقبة للمنتخب مع نظيره الجزائري يوم 24 من فبراير المقبل ذهابا و 27 من نفس الشهر إيابا. وكان المدرب الفرنسي لمنتخب الشباب قد استدعى قائمة من اللاعبين ضمت 34 لاعب موزعة على أندية تجيكجا 14 لاعبا، الوئام 5 لاعبين، تفرغ زينب سنواري بولكسار زمزم أكاديمية الحسن كمرة، وكل منهم لاعبين كما مثلت الشرطة والحرس ونجوم عرفات بغداد نواريبو بلاعب واحد لكل منهما. تستضيف العاصمة نواكشوط خلال شهر مارس المقبل منافسات بطولة شمال إفريقيا لكرة القدم المعروفة اختصارا بإناف، وذلك بمشاركة 6 منتخبات للشباب أقل من 20 سنة ممثلة لدول مصر الجزائر المغرب تونس ليبيا بالإضافة إلى موريتانيا البلد المنظم.
وكان المنتخب الوطني الناشئين أقل من 17 سنة قد توجب بلقب هذه البطولة خلال السنة الماضية عن فئة الناشئين، بعد أن تمكنت عناصر الأكاديمية الوطنية لكرة القدم من إحراز نتائج متميزة على حساب منتخبات عريقة شاركت في هذه الدورة. وقد تم تنظيم أول بطولة في العام 2006 حيث استضافتها مصر ثم المغرب 2008، بينما ليبيا دورات 2009 حتى 2011. كشفت مصادر خاصة بالاتحاد الموريتاني لكرة القدم عن التفاصيل الكاملة لعملية توقيع نجم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم المراعي بطون الحسن موسى العيد لعقد احتراف مع نادي ليفانتي الإسباني الأسبوع الماضي، وهو العقد الذي أبرم وسط تكتم شديد من اللاعب وناديه المحلي الوئام على تفاصيله المالية. وقد وقع العيد على عقد يمتد لثلاث سنوات بقيمة 60,000 يورو حصل عليها اللاعب، بينما حصل ناديه السابق الكونكورد على 70,000 يورو، بينما يحصل على اللاعب على راتب سنوي قدره 100,000 يورو. وتضمن العقد الذي وقعه الحسن فقرات تتعلق بانتقاله في حالة رغبة أندية أخرى في ضمه، حيث سيحصل نادي ليفانتي الإسباني على 60% من مجموع المبلغ المالي المقدم للاعب، بينما يحصل نادي الأصلي الوئام على نسبة 15% من أي عملية انتقال جديدة للاعب خلال سنتين من تاريخ توقيع العقد. وكان حسن العيد قد دخل أكاديمية ليفانتي منذ سنتين، ورغم وجوده كلاعب أساسي في المنتخب الوطني الأول لكرة القدم المرابطون، إلا أن النادي الإسباني رفض التوقيع معه رسميا قبل بلوغه السن القانونية المطلوبة في إسبانيا. سيكون الحكم الدولي الموريتاني المغيفري والعالي حاضرا بين 16 حكما إفريقيا يشاركون في إدارة منافسات نهائيات كأس أمم إفريقيا المحليين الشان التي ستجري بالملاعب الرواندية في الفترة ما بين 16 من الشهر الجاري إلى غاية 8 من فبراير القادم. وتعد هذه ثالث مرة يشارك فيها الحكم الدولي المغيفري والعالي في نهائيات الشان، حيث تواجد المرة الأولى خلال الدورة الثانية لكأس أمم إفريقيا المحليين التي استضافتها السودان العام 2011. نهاية نشرتنا الرياضية، شكرا على متابعتكم وعودة إلى زميلي أحمد الدرشي المختار. شكرا لك محمد والحسن. وبرياضة نختم النشرة إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها. مجلس الوزراء يصادق في اجتماعه الأسبوعي على عدد من مشاريع القوانين المتعلقة باتفاقيات شراكة تنموية لتمويل مشاريع في عدة مجالات من أبرزها الطاقة والمياه. قوافل إنسانية جديدة محملة بالمواد الغذائية تصل إلى بلدة مضايا بريف دمشق والفوعة وكفريا بريف إدلب. مقتل 7 أشخاص في موجة تفجيرات بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، وتنظيم الدولة يتبنى الهجوم. أشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.